تستضيف مملكة البحرين في شهر مارس من العام المقبل الاجتماع 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بعد أن حظيت بإجماع المجلس الحاكم للاتحاد. وتعتبر اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أكبر تجمع برلماني عالمي يشهد حضور رؤساء وممثلي برلمانات دول العالم. وقد عبر عدد من أعضاء الاتحاد عن فخرهم واعتزازهم باستضافة المملكة لاجتماعات الاتحاد باعتباره حدثا تاريخيا مهما. الدعم الكامل للبحرين لاستضافة هذا المؤتمر يدل أن المجتمع البرلماني الدولي في حاجة إلى توافق. البحرين تمثل هنا حالة التوافق للمجتمع الدولي بكل الأطياف، بكل التوجهات، بكل المذاهب، بكل الفرق هتتجمع في البحرين. البحرين طول عمرها رمز للسلام ورمز للتوافق. And I'm delighted to know that the 146th Assembly of the Inter-Parliamentary Union is being hosted by Bahrain. أنا سعيد جدا بسماع خبر استضافة مملكة البحرين لأعمال الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، كما أنني أعرب عن اعتزازي بالدور الجوهري الذي تقوم به معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وليس فقط في الاتحاد البرلماني الدولي بل هي أيضا لها دور محفز وكبير لتوحيد الدول الإسلامية والدول الأخرى بهدف تحقيق المزيد من التطور في العمل البرلماني.